لي ساعة ساعة ما تردين يا مال الجزار اللي يجزر العدو. علاجي وينه؟ هو على الطاولة في الصالة ولا ناسيه في السيارة؟ روح يشوف يجعل سلكسار. ها مو عليه؟ اي اجل في السيارة. يلا سلام، ابى اجيب علاجي من السيارة. وش علاجك ابن حلال؟ علاجك وش علاجك؟ ايش تبي الحين اصكك الحين على جبهك؟ وش علاجك ابن حلال؟ من لك سنين وانت تاكل من العلاج الى الحين ما مت، ولا انت ميت من دون يومك؟ اجلس اجلس. والله انك صاد. اجلس يا رجل. والله انك صاد، احنا ذبحتنا ذا الادوية حول ولا قوة الا بالله، شيئين الظهر وشيئين العصر وشيئين العشاء، 18 حبة في اليوم اكل. حوذ بالله. اي والله عبود الدكاترة ما يخافون علينا من تليف، التليف واصلنا ذاني. ولا قوة الا بالله. بالله من الشيطان. انت ايش وضعك في الحياة مع انا وضعي طال عمرك خيشة رز. اي. ما لينا لي طال عمرك واكل بس اقرش، حتى البارح ما نمت من كثر الحبوب. ما نمت البارح؟ ما نمت. اجل معناته حبوب كذا اللي تاكلها فيها وفيها. لا يا ابن الحلال. لا بعدين الدكاتره هذول الظاهر ما هم مضبوطين. انا رحت للدكتور يا ابو حمد. ايه. وقلت له طرف شماغي وجعان. كتب لك نشاء؟ لا كتب لي حبوب وشروب قحط بعد. اي والله العظيم لك تهوى شماغك يوجعك. العظيم ايش كناهيك عن الاخطاء الطبيه. الاخطاء والله الاخطاء الطبيه. الموت الحمر يا ابو حمد. يا الاخطاء الطبيه. تذكر خوينا ابو حمود؟ الله يا الدنيا يطامر في ذا المجلس، كنا قرد. الله يا الدنيا والله يرحم. وذكرت ناسين مقص. مقص ناسينه في بطنه. لا بارك الله فيهم. ناسين المقص في بطنه. بطنه ناسين مقصي وخايطين المقص في بطنه. ودفنوه بمقصه. دفنوه بمقصه. حوذ بالله من الشيطان. اي والله. وطيب ومن الهم مقص؟ المستشفى. اي. المستشفى دلوا طال عمرك يستخدمون مقصات زراعة عشان ما ينسونا يشوفونا. مقصات زراعة. صب صب صب.